وإذ نتحدث عن معاني التجديد في قلوبنا وعقولنا وأرواحنا وإيماننا وسلوكنا من خلال تجدد العبادات في حياتنا وأوقاتنا وواقعنا، لئلا نكون ممن قيل فيهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ومع ضرورة هذا التجديد وأن نشعر معاني التجديد في كل عبادة، في كل كلمة، في كل ذكر، لذلك كان من خصائص القرآن العظيم لا يخلق على كثرة الرد، أي مهما ردده المسلم يبقى كأنه القرآن الجديد المتجدد ينزل الآن على قلوبنا جميعا. هذا حال المؤمن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ميزان من الله سبحانه وتعالى كم نزداد إيمانا كلما ذكرنا بآية من كتاب الله سبحانه. ومعنى آخر من معاني التجديد، ما هي الأولويات في حياتنا؟ جانب واحد، هل النوافل هي الأولوية أم الفرائض هي الأولوية؟ وإذا كانت الأولوية للفرائض فقد تكون بعض النوافل معا تسير إلى جنبها، لكن إذا كان هنالك تعارض بين الفريضة والنافلة فماذا نقدم؟ للأسف يروج بعضهم لمقولات من مثل لأن أبكي خشية من الله فتجري الدموع خير لي من أن أتصدق بجبل من ذهب. هذا فقه عقيم وسقيم ومقلوب. أولا، إن كنت قد بكيت خشية من الله فوالله لا تتصدقا إن كان بكاؤك صادقا، هذا أولا. ثانيا، ما فائدة أن تجري دموعنا بينما دماؤنا تجري؟ ماذا فعلنا لدماؤنا؟ ماذا تنتفع الأمة بدموعك؟ إذن ما هذا الفقه السقيم المقلوب؟ أقصد من ذلك كله أنك تجد بعض المسلمين يباهي أنه حج الحجة العاشرة العشرين، وقد تكلف الواحدة منها آلاف الدنانير، فإذا قلت له مريض بحاجة لدواء الوضع صعب، فإذا قلت له طالب علم تأفف وأدار ظهره، فإذا قلت له أسرة فقيرة لا يعنيه الأمر ذلك. هذه فرائض، الأسر الفقيرة فرائض، المريض فريضة معالجته، الطالب العلم فريضة تعليمه إن كان بحاجة، عون الأمة في كل قضاياها، عون الدعاة في كل قضاياهم، عون المخلصين في كل قضاياهم فرائض. كيف أنا أنفق أموالي في النوافل وأضيع هذه الفرائض؟ من يفعل ذلك؟ ثم هي مباهاة، ثم هي يأتي بعضهم ليشتري فيز الحج بالمال، وكلها رشوة وكلها سحت وكلها باطل، فيريد أن يؤدي فريضة أو عبادة بالسحت والباطل والحرام. لنشجع أولئك المرتشين؟ لنشجع أولئك الذين يأكلون المال بالباطل؟ لنكون عونا لهم على الفساد والإفساد بيع الفيز؟ ما فرض الله عليك ذلك، فقال سبحانه لمن استطاع إليه سبيلا. نعم، نقدر شوق الإنسان إلى لقاء الله وإلى بيت الله الحرام، ولكن لعل له في منهج النبي صلى الله عليه وسلم القدوة العظمى لما لم يأذن الله أن يكون لمحمد صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة، وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام إلا أربع عمر، أربع مرات اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام فقط. لا أقول إنه لا يجوز الزيادة، ولكن أين الأولويات؟ نشكو أوضاعا اقتصادية مرة، فإذا الذي يشكو بعد يوم حفلة مطنطنة كما يقولون عشرات الألوف من الدنانير، ملابس ترف، إسراف، تبذير، طب أين حال الشكوى الاقتصادية الذي يشكوها المجتمع؟ كيف يشكو المجتمع من أحوال اقتصادية وهم والآخرون يرون ذلك؟ تبذير وإسراف وترف وإنفاق في مناسبات شتى،
إذن أين كلوا واشربوا ولا تسرفوا؟ أين ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا؟ لماذا هذه الشكوى وهذا التذمر إذا كنا ننفق هذا الإنفاق من البذخ في الكماليات؟ أين الأولويات مرة أخرى؟